تم العثور على جثة امرأة ملقاة على جانب الطريق، وبدأ عليها علامات واضحة أنها تعرضت للاغتصاب. غمر هذا المشهد المروع الشاهد، وبالطبع اتصل بالشرطة. كانت تانجا بينيت البالغة من العمر 23 عاما، الأولى من بين 8 شابات قتلن على يد ما يعرف بقاتل الوجه السعيد. كان هذا القاتل شخصا ساديا وعنيفا، وقام بترك توقيعه السعيد هذا في كل جريمة من جرائمه، وتفاخر به في الرسائل التي أرسلها للصحافة. وأكد القاتل المتسلسل الذي حكم عليه بعدها بعقوبة لن تصدقها أن واحدة من ضحاياه كانت ابنة ممثل مشهور للغاية. ولد كيت هانتر جيسرسون في 6 أبريل من عام 1955 في مدينة تشيليواكا الكندية، وكانت طفولته مضطربة. قام والده ليزلي، وهو رجل مدمن على الكحول وعنيف للغاية، بتربيته دون عاطفة وبطريقة مليئة بالإهانات والضرب. كان الطفل يتم عقابه عن طريق الصدمات الكهربائية. كانت هذه المضايقات وسوء المعاملة من طرف والده، بالإضافة إلى استهزاء إخوته الذين يطلقون عليه اسم إيغور بسبب حجمه الكبير، جعلت كيث ذو شخصية معقدة للغاية. بمرور الوقت أصبح أكثر انسحابا وانعزالا وخجلا وسادية، وبدأ كيث في سن 5 في إخراج وصب غضبه على الحيوانات، حيث كان يعذبهم ويسيء معاملتهم. في الحقيقة فإن هذا الجانب هو أحد السمات الرئيسية التي تميز بها معظم القتلة المتسلسلين قبل قتل الناس. يجربون الأمر أولا على الكلاب والقطط والقوارض والطيور. بعد القبض على أحد الحيوانات كان كيث يعذبهم بطريقة سادية ووحشية للغاية، وفي النهاية كان يخنقهم الصبي الصغير بيديه عاريتين. كان الصبي يستمتع بمظهر الحيوانات البريئة وهي خائفة منه. في الواقع ألقي باللوم في ذلك على والده لتشجيعه إياه على الاستمرار في قتل الكلاب والقطط في الحي، وكتب في إحدى رسائله إلى الصحافة: كل ما فعلته كان بسبب أن والدي ربى لدي الحاجة إلى القتل مرة أخرى. في سن 10 من عمره ارتكب 3 محاولات قتل، كلها ضد أطفال في محيط دائرة معارفه. الأول قام كيث بضربه بقسوة شديدة حتى حال والد الطفل بينهما، والثاني حاول إغراقه في البحيرة وانتهى الأمر بالطفل فاقدا للوعي، والثالث غمر رأسه في بركة المدرسة وأنقذه المنقذ بصعوبة، لكن فكرة القتل بقيت معه لسنوات. بعد التخرج اختار الشاب الخروج من الكلية، وفي عام 1975 تم تعيينه للعمل كسائق شاحنة. في الوقت نفسه بدأ علاقة رومانسية مع روز هوك، وتزوجا وأنجبا 3 أطفال، فتاتان وصبي. خلال 14 عاما التي استمر فيها الزواج، كانت روز تشك دائما في أن كيث كان يخونها مع نساء أخريات، وبعد أن سئمت من خياناته قررت الذهاب مع أطفالها إلى منزل والديها في واشنطن. لم تدرك هي ولا الصغار أنهم كانوا يعيشون مع قاتل متسلسل، على الرغم من أن إحدى بناته ميليسا مور بدأت في ربط النقاط عندما اكتشفت الجرائم التي ارتكبها والدها. تتذكر المرأة كيف أن كيث أخذ منها بعض القطط الصغيرة التي كانت تلعب معها ليقوم بتعذيبهم وتعليقهم على حبل الملابس. كان يبتسم وهو يفعل ذلك، بينما كانت تصرخ هي وتترجاه كي يضعهم أرضا، ولكن كلما كانت تصرخ كلما كان يبتسم ويستمتع بما يحدث. على الرغم من ذلك ففي كتاب ألفته أيضا ميليسا قالت أن والدها في العادي كان طبيعيا وساحرا ومؤنسا ورقيقا مع النساء، وكان يشعرهن بالحماية. لم يكن أبدا عنيفا مع زوجته أو أطفاله، ولكن بعد الطلاق في عام 1990 تغير سلوك كيث، حيث أنه في مرة قال لابنته أنه يعرف كيف يقتل شخصا ويفلت من العقاب. لقد أصابها ذلك بصدمة شديدة لدرجة أنها لم تذهب لقضاء الإجازة مع والدها مرة أخرى. في ذلك الوقت حاول كيث البالغ من العمر حينها 35 عاما تغيير مهنته والانضمام إلى شرطة الخيالة الكندية، ولكن بعد إصابته أثناء التدريب اضطر لإلغاء الفكرة والاستمرار في العمل كسائق شاحنة في تشيني بواشنطن. واجه سائق الشاحنة كل هذا الإحباط الذي شعر به تجاه المرأة،
وبدأ هذا الرجل جرائمه في إحدى الليالي، حيث قتل امرأة وضربها حتى الموت تقريبا، وانتهى به الأمر بخنقها. كانت تلك المرأة هي تونغا بنيت، ضحيته الأولى التي اغتصبها وضربها وقتلها في 23 من يناير من عام 1990 في منزله، بعد أن اصطحبها من حانة ثم ألقى جسدها نصف عار على جسر في وسط الطريق. ذهب بعدها إلى حانة وقضى بقية الليل يشرب القهوة ويتحدث مع بعض الأشخاص، وبالفعل في الفجر تخلص من متعلقات الشابة بما في ذلك حقيبتها التي كانت تحتوي على بطاقة هويتها. وبعد أيام عثر طالب جامعي على الجثة، ولم يتم التعرف على هوية الضحية حتى وقت لاحق. وبينما بدأت الشرطة التحقيق في الوقائع للعثور على الجاني، اتهمت شابة نفسها زورا، أدى اعتراف لافرين بالفيناك التي أكدت أنها قتلت الفتاة مع صديقها جون تونسوفسكي إلى تحول الأحداث. لم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها كذبا مع شريكها، لكن هذه المرة خرجت الأمور عن السيطرة، لأنه بالإضافة إلى شهادتها جمع الضباط أقوال شهود زعموا سماعهم لسونزوفسكي يتفخر بقتل بنيت. لم يكن أي من هذا صحيحا، ومع ذلك تمت إدانتهم بارتكاب جريمة قتل. حصل سونزوفسكي على عقوبة السجن المؤبد لكونه القاتل، وحصلت لافرين على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات لتعاونها معه. كان من غير المجدي أن تعترف لافرين بأنها شهدت زورا في كل شيء. ذهب كلاهما إلى السجن، حيث قام بعدها الجاني الحقيقي ب10 سنوات بتسليم نفسه، وقدم معلومات أساسية في القضية مثل مكان وجود محفظة الضحية، وهو شيء لم يعلم عنه أي أحد. لم تتأثر قضية تونغا بنيت بالشيء حتى عندما ترك الجاني الحقيقي كيث اعتراف مكتوب في الحمام في محطة حافلات بجوار رمزه السعيد، قال فيه أنه قتل الفتاة في بورتلاند، وأن شخصان قد تحمل اللوم عن ذلك حتى يتمكن من القتل مرة أخرى، واستمر في القتل حتى عام 1995. في 12 من أبريل من عام 1990 حاول قتل دون ريتشارد، وهي امرأة اختطفها مع ابنها البالغ من العمر 4 أشهر في أحد مراكز التسوق في كاليفورنيا لمدة 3 ساعات. اعتدى عليها جسديا وجنسيا، لكن عندما حاول خنقها تمكنت من الفرار. أخبرت المرأة الشرطة عنه واعتقلوه، ولكنهم أطلقوا سراحه لعدم كفاية الأدلة. في النهاية تمت تبرئته من جميع التهم. بعد عام ارتكب جريمة قتله الثانية، كان ذلك في 30 أغسطس من عام 1992 عندما اغتصب وخنق كلاوديا. تم العثور على جثتها في كاليفورنيا. بعد أيام تم العثور على جثة سنتيا لين روز 32 عاما التي ضربها جيس بيرسون واغتصبها وخنقها لأنها كانت عاهرة مزعومة اقتحمت شاحنته لسرقته. في هذا الوقت تقريبا كتب كيث رسائل إلى بعض الصحف يروي فيها جرائمه ويتحمل المسؤولية الكاملة. في كل منهم ظهر توقيعه الشهير للوجه السعيد. من هنا أطلق عليه الصحفيون لقب قاتل الوجه السعيد. على الرغم من أن المحققين قاموا بتحليل جميع الرسائل، إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على هوية القاتل. لوري آن بينتلاند عاهرة تبلغ من العمر 26 عاما كانت ضحيته الرابعة، قتلها لأنها أرادت خداعه في النقود. تم العثور على جثتها في نوفمبر من عام 1992. في عام 1993 قتل امرأة أخرى في كاليفورنيا، لكن الشرطة فشلت في التعرف على هويتها. نفس الشيء حدث مع شابة أخرى في كاليفورنيا في عام 1994، والتي لم يكن اسمها معروفا حتى شهد به القاتل بعد 20 عاما، كانت سوزان. في رسائل أخرى أرسلها إلى بورتلاند أوريغوانيان، كتب هذا القاتل أنه يتحمل المسؤولية عن 6 جرائم إجمالا. ارتكب كيث جريمة أخرى في يناير من عام 1995 عندما قام بنقل أنجيلا سوربرايز البالغة من العمر 21 عاما من واشنطن إلى كولورادو، وبعد قتلها ربطها من كاحلها في الشاحنة وجرها على طول الطريق لما يقرب من 20 كيلومترا. عندما عثروا على الرفات كان من الصعب التعرف عليها. في 10 مارس ارتكب جريمة قتل لصديقته القديمة جوليا آن وينينغهام،
حيث أعادوا التواصل بينهما من جديد، ولكن كيث كان يعتقد أنها تتحدث معه من جديد فقط من أجل مصلحتها، وخنقها في وسط جدال بينهما. ولكنه ارتكب لتوه أكبر خطأ في مسيرته الإجرامية، فقد كانت هذه هي المرة الأولى التي يرتبط فيها مع أحد ضحايا. في 22 من مارس من عام 1995 احتجزه ضابطان في مركز الشرطة لاستجوابه حول مقتل وينينغهام لمدة 6 ساعات، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على كلمة واحدة منه، واضطروا في النهاية لإطلاق سراحه. عند عودته إلى واشنطن كتب الرجل رسائلا يعترف فيها بارتكابه لجرائمه، وبعد إرسال الرسائل سلم كيث نفسه واعترف بقتله ل8 نساء. كان ذلك في 30 من مارس من عام 1995، واعترف بالتفاصيل الدقيقة لجرائمه، تفاصيل لم يكن يعلم عنها أحد سوى القاتل بالتأكيد. تم الحكم عليه ب3 أحكام متتالية بالسجن مدى الحياة، وقالت ابنته عنه أنها أرادت لو أنه تم إعدامه، فالضحايا لم يحصلن على العدل سوى بتلك الطريقة. بعد 20 عاما من صدور الحكم، ظهر اسم كيث جيسبرسون مرة أخرى في جميع وسائل الإعلام، فقد تم التأكد على قتله للينا كاريسي ابنة ألبانو، المغني والفنان الإيطالي المشهور للغاية. فقد قرر كيث التحدث مع الطبيب الشرعي القائم على جرائمه، وقرر الاعتراف بكل شيء له قبل أن يتقاعد، وذكر له التفاصيل الدقيقة للقتل. تطابقت روايته مع تفاصيل مقتلها تماما. وفي هذه الأثناء يمضي جيسبرسون أيامه في الرسم داخل زنزانته، ويوضح أنه ليس وحشا بالكامل على الرغم من جرائمه البشعة التي ارتكبها. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.